يسعد لي مساءكم او صباحكم بكل خير. ان شاء الله اليوم راح اشارككم تجربه كيف تسوي قهوه مقطره عن طريق الفلتر او يسمونها دريبينج او يسمونها V60. كل الطرق تؤدي الى روما. اخترت المكان الجميل هذا ان شاء الله تستمتعون عينا وطعما، وانا راح اشرب القهوه ان شاء الله. خلوكم معي. قبل ما نبدأ راح نشرح الأشياء المهمة توفرها قبل ما تبدأ تصلح قهوة مقطرة. خلونا نبدأ من هنا. هذه فلتر، هذه طاحونة يدوية. الناس يقولون أن جودتها في الطعم أكثر، وأنا أوافقهم بالشيء هذا. الشيء الثالث اللي تحتاجه يسمونه الإبريق، هذا القمع ويسمونه دريبينج بالإنجليزي. الإزازة اللي تحت هذا السيرفينج. والشيء الأخير اللي تحتاجه الميزان، فيه وقت وفيه يحسب لك بالجرامات. طبعا مهم جدا انك دائما تختار قهوة جميلة حتى راح تحس بالطعم فيها. وحيدا اصنع القهوة، وحيدا اشرب القهوة. بسم الله نبدأ الطريقة. اول شيء تشغل ميزان، طبعا مثل ما انتم شايفين الميزان هنا يحسب بالثواني وبالوقت. اول شيء نحط اللي هو هذا اللي تنزل فيه القهوة، نحطه هنا ونصفر القهوة. طبعا انا اقترح انك يكون عندك ميزان زي كذا، تحط اي شيء فوقه ويصفر أساس نحسب الوزن. راح نحسب بإذن الله 15 جرام من القهوة السمبلتيكية. خلنا نقول الآن 15 هذه راح أخذها بالطريقة هذه. الآن هذا اللي تحط فيه القهوة، ما تسوي كذا لأنها ممكن يتكبب، فتقلبها وتعطيها upside down، شقلبة كذا. الآن نسكر الطحونة من تحت ونركب اليد حقتها هذه، نطحن. هذه الجزء الأول من التحضير. نحط هذا اللي هو حق القهوة، القمع. نجيب القمع، ودائما شو تسوي في القمع؟ تخليك زي كذا، تفتح من النص، والصفطة هذه تقلبها كذا وتصفط عليها. الخطوة الأخيرة إنك تحضر موية ساخنة وتصفر الميزان. الآن هذا وزنه صفر. ما نحطنا 15 جرام، راح ننزل 40 جرام من المويه، وبعدين 100، وبعدين 100، وناخذها على ثلاث خطوات. بسم الله. اول شيء نعبي الفتحه الصغيره هذه، وتاخذها فره كذا دائريه على ركاده. بعد ما نزلنا 40 جرام من المويه، نبدا ننزل 100 جرام ثاني مره على الهداوه. ممكن تخليها على النص كذا، تصير التوتال 140. والآن راح ننزل المية الأخيرة. مثل ما انتم شايفين الآن تقريبا القهوة انتهت. فعل القمع هذا ما نحتاجه، وتكون قهوتنا جاهزة. هذه القهوة تعطيها فرتين كذا، هذه يسمونها الفلسفة القهوية. يا جماعة خلصنا تصليح قهوة، إن شاء الله يكون عجبكم المقطع. لا تنسى تشارك غيرك، اللايك، السبسكرايب. إن شاء الله إلى لقاء آخر. كنت معكم براك من زمان.